من الزمالك لحد خلص التجربة عشان تبقى مرة واحدة نصححتها وخلاص. ماشي. التجربة رقم ثلاثة بتتكلم عن الايه؟ عن السبارك اوفر. أربعة. سبارك اوفر تيست على الانسوليتر. تمام؟ أنا عايز أشوف الايه؟ السبارك اوفر تيست على الانسوليتر. عندي اثنين انسوليتر اللي احنا نشتغل عليهم. عندي البل والديسك. بسم الله. بس في الاسلاك بس. ماشي. مين يا عم مين ده؟ ده ويحصل في الحاله الصلبه، انما الغازيه والسائله ضروري عليه ايه؟ بريك داون. ده زي ده بس بريك داون ده اقوله في السائل والغاز، انما السبارك اوفر اقوله في الايه؟ في الصلبه. اتفقنا كده؟ طيب فهنعمل بقى نجيب ده ونحطه ونغير ونعمل ايه؟ نفس القصه للديسك، هنحط عليه طبعا في الحاله الدراي وفي الحاله الويت، لان شوف انا بقى انا عايز اعمل تيست شوف اضعف حاجه للايه؟ اليونت دي ايه؟ هلاقي ان اضعف حاله اللي هي الايه؟ الويت. انا لما اجي اعمل بقى تصميم على حاجه زي كده هعمل ايه؟ اختبار الاول اعمله على اسوأ حال، قلنا اللي هي الويت واللي هي الويل جهد الفيز. تمام؟ لان انت زي ما انت شايف ادي من تحت بيبقى متوصل ايه؟ اعتبرنا ان ده التاور، ادي الترانسميشن لاين وادي الايه؟ الارض، هو محطوط ما بين جهد الايه؟ جهد الفيز. تمام؟ هعمل على جهد الفيز في الحاله الويت وفي الحاله الايه؟ الدرجه. المفروض انت هتبقى الكونكلوجن اللي احنا اصلا متوقع انها تبقى موجوده، الديسك تايب هيبقى اكبر، السبارك اوفر فولتج هيبقى اكبر من الايه؟ البن تايب. من البن تايب. قلنا ليه الكلام ده؟ عشان الديزاين بتاعنا من تحت عشان الليكج ديستانس تبقى ايه؟ كل ده انت محتاج ايه؟ كل ده هيحصل له ده ايوه معنى السطح الماده دي الهواء اللي عليه كل ده هيحصل. خلي بالك ده تبقى حته قليله قوي، الليكج ديستانس ايه؟ قليله شويه. حالة الود طبعا هتبقى اقل من الايه؟ هيحتاج جهد برضو اقل من الحالة الايه؟ الدراي، لان طبعا المية دي هتساعد على ايه؟ تقليل السبارك اوفر. اتفقنا؟ هي دي الكونكلوجن بتاع التجربة. ماشي؟ تعالى بقى نعمل التجربة. عارفين الكونكشن؟ قول السريع عشان من بره خدت ال 220 على الموتو ترانسفورمر، الموتو ترانسفورمر سيريس. حد معاه كتاب؟ على الاميتر سيلس على الاميتر، بعد كده سيلس على الفولتميتر. تمام؟ بعد كده رجعت تاني. ايه اللي بيتوصل؟ ماشي ماشي. ايوه رولنا ما بين نفسك. شيء دي. هذا التجربة زي ما انت شايف اهو 22 على الترانسفورمر، خدت من الترانسفورمر على الاميتر ومن الاميتر لايه؟ للفولتميتر، ورجعت تاني للاوتو ترانسفورمر، خدت برر من على الهاي فولتج اللي هو الكابل ده، الكابل ده خلي بالك الكابل ده برر من على اللو فولتج ترانسفورمر، خدته وديته للايه؟ الهاي فولتج ترانسفورمر. ادي الهاي فولتج ترانسفورمر اهو، ده الكابل اللي تحت ده. تمام؟ ده البرايمر. السكندري قلنا هناخد الايه؟ اليو ال في عشان ناخد ال 100 كيلو فولت. تمام؟ ده الكونكشن على حسب الكونكشن. ايوه. خدت ال 100 رحت موصل على ايه؟ على امشي سيريس هتبقى الكباستور، ريموت كباستور للكريست، وبعد كده يرجع تاني من الكريست يرجع تاني لايه؟ للارض. ادي اهو من هنا للكباستور. ده. ومن الكباستور الكابل ده رايح للايه؟ للكريست. في كابل تاني رجع للايه؟ من الكريست للارض. تمام؟ بعد كده خلي بالك البوينت دي بعد كده رايحه للايه؟ الريزيستنس. ادي البوينت دي رايحه للايه؟ الريزيستنس. الريزيستنس دي رايحه للايه؟ العزل. العزل العوازل بتاعته. ادي من الريزيستنس رايحه للايه؟ العزل. حطيت البين بايب اتاكد انه متوصل بالايه؟ بالارض، لان لو مش متوصل بالارض يبقى مفيش تجربه. جهد عمال احطه على ايه؟ ما
فيش اي مش متعرض اصلا لبهت، دايره مقفوله تمام، دايره مفتوحه ولا ايه؟ واضحه كده يا جماعه؟ ركزوا بقى. شيل عصا. هنعمل ايه بقى عشان نبقى فاهمين كده؟ اول حاجه هناخد ثلاث قرايات ونجيب الافريج تمام، يبقى اجي هاخد ثلاث قرايات واجيب الايه؟ هناخد ثلاث قرايات، هاخد في الحاله العاديه دي ثلاث قرايات واجيب الافريج، واروح ايه؟ اعمل شويه ميه كده على السطح من فوق واخد ايه؟ ثلاث قرايات واجيب الافريج، وبعد كده اغير الزحمه. تمام؟ ده ايه؟ ده السيكونس اللي هنمشي بيه، ناخد بقى نبدا ثلاث قرايات. بناخد قراية الفولتميتر دوت، وبعد كده نضرب التنس ستيشن ونجيب الهاي فولتج. ايه تلاتة من الشباب؟ لا مفتوش. بسم الله. بسم الله. بص هناخد قراية ال حد ياخد القراية، حد ياخد القراية، خد خد براحتك، حد ياخد القراية. يلا ناخد القراية. 58 58. طب احنا هنكتبها فين دي؟ 58. يلا يا جماعه اكتبها فين؟ طب ده اللو فولت، مش المفروض احنا ناخد الفولتميتر ده ونضرب في التيرنس؟ لا انا باخد القرايه بتاعت الهاي على طول. يعني 58؟ نطلع الكريست. انا قلت لك ده لك مضروبه في الريش. يا ابني باخد الكريست. ايوه كريست. ماشي كريست 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 هاي على طول. ستة وخمسين يا جدعان. سبعة وخمسين. صور مرة كريست، هذه كريست كده معاك كده. ما احنا بنقول يا ابني انت مش واثق فينا. 57. كم كانت 57؟ هنعمل ايه بقى؟ حط شويه ميه. حد يروح يحط ميه يا جدعان. حط يعني شويه ميه. هنحط شويه ميه. والميه ما تنشف. بسم الله. يلا. اشتغل. اما فوق كده يلا يلا. مثلا 50 89. بصور فولتميت. ما هو مش عايزين نشوف، انا بصور الارك دلوقتي. 48. 48 يا ابني. 48 يا ابني انت بتزود رقم عليا على كام؟ انت عندك خطا يا ابني، انا لازم اعدل لك الرقم بتاعك. ده 49. 49 احنا كده 49 48 47 248. ماشي تمام زي ما تطلع. احنا هنعملها ايه؟ هو كده 48. ايوه ليش ده؟ يلا نغير بقى. هطلع دلوقتي، هطلع ساعه على طول. انا ما اصلش هنغيره. لو يونت مكسوره يبقى غلط. لو هي يونت في سلسله ما ينفعش. ماشي فين؟ حطيناها يا باشمهندس. لا مش خليها. عايزين نخش هنا؟ حوالي هذا وبرين عنيف قوي يا مسيني. هو عامل زي بتاع 19 كل ده هيفك.
ايوه في فتحه هنا وبرين في النص. ايوه جوه دي فين؟ جوه هنا. اه السلام عليكم. سو لماحه يا جدعان يا اخي. ربنا يا ابن النار صاروا ما بركبوه. وات يا اخي زاوي زاوي برضه فصلت برضه. ليه بينزل ولا ايه؟ يا النيل امسك الكابل كم المره دي؟ انا سعيد. لا 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 ما جاش. لا ما سبتش معايا. 74 شايف انا اللون اتغير. 74 ده اكبر فولت تشوفه في البعمل هنا. ده كتير قوي. شايف الارك؟ بس بس اتفرج على السبارك عامله ازاي. 79 حمرا. 69 يا ابني. 71 يا ابني والله انت كما يا ابو كده. 76 هبد هبد براحتك. بتهزر على فكره. رمال يا عم ومش اللي قدامك. 76 يلا بس كده مظبوط. اهي 74 حلو. انا مش عاوزك المفروض كده هتبقى كده كده. يلا يلا ما بتعملش ما رقناش. 36 كم؟ 36 حلو. شغل الاكشن تحتاج اكتر شغل. هو العدد تنهار ولا ايه؟ 34. هو لعب يمكن كام؟ يعني ده نزل من 71 ل 34 37 37 انت مش احنا في الايات. اه احنا هنخترع معانا ثلاثه مصححين ورانا. طيب 36 المصححين كلهم معانا اهو. 36 عادي 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 يا عم خلاص. ايه ده بقى؟ عايز ايه؟ لا لا 35 35 35 افرج. يبقى خد 35. مش غبي ماشي. لا المفروض هترسم بقى الكلام ده. ايوه كل طيب لوحده ما تقارنش. ما تقارنش ده بده. كل طيب لوحده. كل طيب لوحده في حاله الكرايه وحاله الكرايه. اه هاي ما كان متأكل. هو الفولت مع يعني هنرسم العلاقة بين ايه وايه؟ مش هو ليه في البيت طيب الويت اعلى من انا بقول لك الويت هنا. انت ما تعرفش بقى انت كمية المية اللي حطيتها هنا قد ايه وهل هي عملت ايه؟ يعني ما تقارن ده بده. انا عايزك تقارن ده بده. الدراي بالدراي. الدراي بالدراي دي اللي بينت لك ايه الحالة بتاعته. انت هنا خدت 74 وباين قوي. هنا واخد 58 مش هنا نزل كتير قوي يعني كتر. على حسب على حسب بقى. ممكن انا اكون مثلا زود ميه. اه ميه زي هنا غير هنا يعني. اصل انت حطيت عامل خارجي. العامل الخارجي هل سويته ازاي ده زي ده؟ لا طبعا ما تعرفش بقى. فعشان كده انا بقى بتقارن الحاله اللي انت عارفها اللي هي الدرايف الدرايف. تمام ده اللي هتتسم. هترسم ايه بقى؟ نرسم ده. نعم النمبر اوف ايه؟ احنا عملنا نمبر اوف تيست. عملت كم مره؟ ثلاث مرات. حلو. كل مره اللي هي كاتب فولت بتاعت الاثنين في الدراي وفي. نعم كل مره ليها افريج. ما ليها هنا الافريج. دي ده الافريج. لا سيبك من انت هترسم الثلاثه دول. ماشي الثلاثه اللي احنا جبتهم. تمام هترسم. تمام ترسم هنا وترسم الثلاثه دول هنا. مش هتعمل ثلاثه هنا وثلاثه هنا مع ده مع ده. تمام هتعمل مرتين بقى للبن وليه وللديسك. يعني البن في الحالتين الدراي والويت صح؟ اه والتاني برضه نفس الحوار نفس القصه الدراي والويت. قصدك كيلو فولت ولا ايه؟ الاثنين هترسم اثنين كيرف. الاثنين اهو ترسم اثنين كيرف. ده البن مثلا هتخليه دراي وده ويت وده بن. آه ديسك مثلا دراي دراي وويت وويت. ده البن والديسك في نفس الرسمه؟ ده هنا اكثر على احنا عشان هو طالب كده الاثنين مع بعض. Rose a tour, insulator, compare the result and try to find out the reason. خلي الدراي مع الدراي.
هو الوقت معنا. بس الوقت اللي كنت عم طلع هنا كتير قليل. ازاي؟ يعني 48 هنا 36 فمش هينفع تسمعوا مع بعض، هيبان ان هو بقى اقل اصلا. ازاي؟ الديسك اقل من البن؟ كسرنا كل في القواعد في الود. ما انا عارف نظريات احنا خدناها كده غلط ولا ايه؟ نظريات حاجه. ده كلام مبني على نظريات و الناس دي عملت دراسات وعملت تجارب. جبنا فيزيك الاخر. ايوه الديسك المفروض تبقى اقصى. نجيبها تاني؟ نعمل الود تاني؟ مش مقتنع. حاسس ان هو البن هو ايه في مشكله؟ نعملها تاني؟